أخبار اليوم. ده البيت زي ما اتعودنا، خلي صاحبي معلش بس نفسك معايا. دي انت عندك قد ايه؟ لا اولادك قد ايه؟ ست اولاد. بس معدل احنا بقول ان احنا لابد في سياسه التكافل، سياسه التكافل لابد ان نشيل بعضنا كلنا. نحن دواء هشيمة والجمعيه برضه لهم دور كبير جدا في هذه السياسه، ان هم بداوا بالفعل بيقولوا الكره الصعيد بالذات، بداوا الصعيد لحد ما انتهوا منها، عملوا مبادره في المنزل على مستوى الصعيد. النهارده عندكم في القريه هنا 50 تموا، وايضا في بني سويف وسوات كان على غرار ما حصل هنا. سياسه الجمهوريه، استاذ الرئيس عبد العزيز رئيس الجمهوريه، اصدر توجيهاته بان يتم تجهيز هذه المنازل زي ما احنا شفناها برضك كده، وده يعني خطوه انا بعتبرها اكبر خطوه انسانيه، لان انا بسلمه بيت جديد. شفته قال لك لا ما دام بسلمه بيت جديد فدي يعني بدر الحمد لله نشكره كلنا. احنا برضه نسنده ان احنا ازاي القريه ايه اللي انتوا عاوزينه، وزيت المحافظه على طول النهار. يعني عندكم يعني سياده المحافظه هنا من المحافظين المميزين او من القيادات المميزه في مصر. وطول النهار يعني هو في تواصل بينه وبين كل الناس هنا في المنيا، وانا عارف انكم بتحبوه. يلا يا زيري بقى.